نفس العجينة هشيل الفستق واشيل السمسم من هنا، ونفس العجينة هحولها لبيتي فور. واحدة واحدة مع حضراتكم كده عشان تفهموا قصة كحك العيد وايه حكاية كحك العيد وايه التفاصيل بتاعته. نفس العجينة معايا اهي 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 عشان نفهم الدنيا ماشية ازاي. اهو حلو الكلام، اهو فيها السمنة وفيها كل حاجة حلوة. كل القصة هعمل ايه؟ البيتي فور سوري، نفس العجينة هعملها غريبة، أنا آسف جدا. نفس المكونات اللي كانت معايا الباقي من العجينة هحولها لغريبة. ايه مقادير الغريبة يا استاذ رحاب؟ تطلع بعد اذنك بمقاديرها، عبارة عن دقيق وسمنة وبياض بيضة. حلو الكلام، وشوية فانيليا. دي الغريبة. نفس العجينة اللي كانت في ايدي من شوية. والمقادير على واحدة واحدة، احنا ماشيين بالنظام ده علشان ايه؟ حضراتكم يبقى الايه؟ التفاصيل سهلة وبسيطة. حطيت دقيق كوبايتين من الدقيق نفس المقادير بتاعه الاولى، وحطيت كوب الا ربع من السمنه، وخليه كوب مفيش مشكله، والسمنه لازم تكون بدرجه حراره المطبخ او طلعها من الثلاجه تبقى لطيفه وجميله معايا بالشكل ده كده، واقلبها. اهو انا خدت دلوقتي بياض البيضه بحرفيه كده، واخد بياض البيضه ده كده اكمل بيه عجين الغريبه. اهو موضوع سهل، نفس العجينه اللي كانت معايا من شويه بتاعت البرازي. والعجينه بتاعتي بتاعت الغريبه في ايدي ناعمه، حطيت لها سكر باودر زياده. شفت العجينه بقت طريه ازاي وبيضت معايا ازاي؟ اهو. ليه حطيت بياض يا شيف؟ الغريبه لما بنعملها شفت العجينه بقت عامله ازاي؟ اهي تختلف بقى، شفت العجينه اهي 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 برسم فيها خريطه وانا شغال. اهو. حلو؟ اشيل كده واخد العجينه دي دلوقتي مع حضراتكم كده واحده واحده. دي العجينه بتاعته الغريبه بالشكل ده كده. وما تتعجلش كتير، وجود بياض البيضه في العجينه ما بيخليش الغريبه تشقق منك، ولكن الحرفيه بتاعت اخواننا الحلوانيه واللي بنى مصر حلواني بناخد ما بيحطوش بياض بيض، بيستغنوا عن بياض البيض وبيعملوا ايه يا عم الشيف؟ بيحطوها في التلاجة. حلو الكلام؟ بيحطوها في التلاجة، تقوم السمنة تشد وتبدأوا يتقطعوا فيها زي ما انتوا عايزين. كده العجينة معايا اهي زي الفل، بجيب صاج وبعد كده نقطع كده بلاش الغريبة اهي، شفتوا التقطيعة دي كده؟ تبقى قطعية واحدة كده. وانا شغال كده. اخواننا الشوام يعملوها كده. كده يعني تبقى ايه؟ باحجام، دول بيشتغلوا بالجرام، انما انت في البيت ما عندكيش هنا اسعار ولا الكيلو بجنيه ولا الكيلو بخمسه. خلي بالك. ويوزنوها كده تبقى الحته بس بتعمل 50 جرام 20 جرام، انما خلي ايدك فيها بركه. حلو الكلام؟ زي ما انا شغال كده. حلو؟ الحاجات دي في البيت تبقى لطيفه وحلوه. عملت من النص كوبايتين دي عملت طبق غريبه يعمل 2 كيلو. الفها كده بالشكل ده كده. غريبة كده، الغريبة جاهزة معايا. هجيب صاج كده زي ده هنا. حلو الكلام؟ لا مفيش بيض خالص. حلو. حلو. الغريبة معايا هي زي الفل، شايفين انا بعمل ايه؟ بعمل شوية كده وبعد كده هنحط عليها فستق، حبيت فستق، حبيت لوز، معايا لوز هنا اهوت زي الفل. تقشر اللوز، في البعض بيحط اللوزة بقشرتها، زي ما انت عايزة، أي حاجة تطلع من بين إيدك حلوة. والكعكة حلو ليه؟ والبسكويت حلو ليه؟ لأنه لما بنعجنه بإيدينا بيطلع الدفء والحب من بين أصابع الإيد وكفوف الإيد، عشان كده بنصح كل أم تعمله في البيت، ما تشتريهوش من بره، مع إن كل محلات الحلويات صحابي وحبايبي وبياكلونه كنافة وبسبوسة ببلاش، بس أنا مع كحك العيد يتعمل في البيت، بسكويت العيد يتعمل في البيت، الغريبة تتعمل في البيت، البرازل اللي في الفرن دي تتعمل في البيت، وهكذا. نطلع فاصل؟ طب خلونا احط فستق انا على الغريبة.
الفل فيه غريبه دلوقتي بتستوي. عينيا بص على الغريبه، شوفوا الغريبه عامله ايه. درجه حراره الفرن هنا بتبقى قليله جدا، ما بتقعدش في الفرن اكتر من 10 دقائق. الغريبه الناعمه بياض البيض، ممكن نحط فوزدو حلبي. خلينا نخش على اللي بعده، فوزدو الحلبي على الغريبه او لوز او فول سوداني زي ما احنا عايزين. اخبار الغريبه ايه؟ جامده. انا هطلعها من الفرن كده جاهزه. نبص عليها كده، انا ما بحبهاش متحمره، لو بتحمر تبقى زي البسكويت، انا عايز احطها في بق تدوب كده. الغريبه دي معجونه بسكر ومعجونه بسمنه اهي بالشكل ده كده. وحبيت اللوز على فكره بتحمرش، بتبقى لونها ابيض كده لطيف اهي. خلاها فين؟ خلاها فين؟ خلاها هنا اهي. حلو الكلام. ومعانا غريبه على فكره، ومعانا ايه كل حاجه. انا هروق الدنيا دي كده سريعا عشان عايز افرد العجينه.